توقعاتي لعبد السلام الزايد بال 2015، أول شيء أول بداية مثل ما صرحنا ووعدنا كل من يحبنا، أنا وابتسام راح نبدأ بعمل ديو اللي هو أنت يا، راح نغني وراح نصور إن شاء الله. ولألي أنا يعني ما فيني أتوقع شو راح يصير، بس يعني حاط النقاط اللي راح اتبعها، يعني بنزل سنجل ان شاء الله من بعد الديو، وان شاء الله ان شاء الله يعني الالبوم يكون، وبتمنى ان يرضي محبيني اللي يحبوني، واني اكون بقد المحبه اللي حبوني فيها، اكون بسعدهم وبس. هذا اللي عندي. على الصعيد الشخصي أنا بس بدي غير، أو أبي أغير مثلاً الخجل. أنا يعني حسيت أنه خلاص تعديت هالشيء هذا، بس أنه حاسس أنه لحد الحين يعني الخوف من اللي راح يصير، هذا الشيء بدي يعني أغيره. والتفكير يعني أكثر شيء أفكر بالأمور السلبية، يعني بدي ما أفكر بالسلبي، أفكر بالإيجابي، فبدي أغير هالشغلتين هذول اللي هو اللي ما أكون خجول، أكسر الخجل. فيهم من قال لي أكسر الخجل من اللي يحبوني، والتفكير بالأشياء السلبية، هذا الشيء اللي بدي بدله خليه يكون إيجابي. أنا أول شيء قبل ما أتوقع للفاينل ثلاثة اللي هم محمد شاهين وغادة وليا، هم الحين بهالمرحلة هذه يعني يعتبرون خلاص كل واحد فيهم أخذ اللقب، خلاص يعني وصلوا للنهاية، هذه مرحلة مشرفة يعني، وما أقدر أقارن بينهم يعني صعب. ليا عندها الحضور وعندها الصوت وعندها ستايلها، محمد شاهين عندها صوت الطربي وعندها الهملون، وبعد غادة يعني كل واحد فيهم مميز بشيء ما تقدر تقارن بينهم أبدا. أنا بعتبر حالي من أول ما دخلت الأكاديمية صرت يعني بما أنه هو ستار أكاديمي، أنا نجم من نجوم ستار أكاديمي، أنا وكل الجروب اللي معنا. يعني هلأ نجم بس ما في أعمال، والنجومية تحتاج سنوات أنا برأيي، وفيهم من يختصرها يعني بغنية واحدة، بس هذا الشيء ما أقدر أتوقع له يعني، ما أعرف، يمكن بغنية، يمكن بسنوات، يمكن بسنة، بشهر، بشهرين، بس أنا أقول إن شاء الله يا رب إني أبدأ يعني خطوة بخطوة، بعمل عن عمل، بتزيد المحبة وبتزيد مثلاً النجومية مثل ما يقولون، وإن شاء الله يا رب يعني أوصل للي في بالي إن شاء الله. بتمنى أنا يعني بتمنى إني يكون لما غنيت أو لما أنزل سنجل راح خلاص يكون اسمي كمغني. أنا طموحي وطموح كل 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 طالب معي هني إنه يكون يعني فنان مشهور من ضمن الفنانين اللي مشهورين على مستوى الوطن العربي. أنا أتمنى إني أكون من ضمن هالفنانين هذولا بالاجتهاد، بالعمل، بالاختيار، وإن شاء الله يا رب من بعد ما ينتهي البرنامج على خير راح أشتغل على حالي، ويا ربي أوصل للي أنا أبي. صراحة أنا يعني أتمنى أني أكون عايش، طبعاً هذا من زمن، أنا من زمان أقصد أنه ودي أكون عايش بجزيرة، يعني جزيرة تكون فاضية ومثل ما أنا أتخيلها الحين، بشرحها لكم بس باختصار إن شاء الله توصل. شجر عالي ودلافين وطيور، وطبعاً أكيد بحر راح يكون لنا جزيرة يعني،
وأقعد بس أبي بيانو معي عشان اللحن وغني. بس المشكلة أنه شنو راح آكل بالجزيرة؟ يعني هل راح أصيد سمك وآكل أو ناخذ موز وتفاح؟ هذه المشكلة الوحيدة.